نهضة شاملة ونمو اقتصادي متسارع، استثمارات ضخمة وبيئة جاذبة. نوع الاقتصاد يمكن أخذ منه الوصول هذا يمكن أكثر من 60-80 سنة. مستقبل تتسابق فيه الإنجازات وتتعدد. بورصة قطر لها دور مهم في الاقتصاد الوطني ودعم الاقتصاد الوطني. البورصة تعكس واقع الاقتصاد. وثائقي الاقتصاد القطري، الاثنين 14 ديسمبر 7:30 مساء على قناة الريان.